كلنا ايه اللي حصل مع سلمى؟ سلمى انا واخده شقه جديده، نقلت من شقه قديمه رحت شقه جديده بس في نفس المكان. اللي هو فين؟ في مدينه 15 مايو ومجاوره 34 عماره، كنت في عماره 10 اتنقلت عماره 3. منطقه فاضيه يعني ولا منطقه مليانه؟ مدينه سكنيه بس مدينه يعني ما فيهاش اي انواع من انواع الشغب، ما فيهاش زحمه، ما فيهاش يعني تحس انها، لكن فيها ناس مستقلين. بنتي بتلعب جوه، انا عامله لهم جاردن كده ببوابه حديد مقفلها لها عليها وبتلعب فيها. لوحدها ولا كان معاها اخواتها؟ لا هي كان اخوها كان معاها قبلها ب10 دقايق، وده من حسن حظي ان هو الاكبر الاصغر. لا الاكبر. ان اللي هو اتدمر بسببها، يعني انا اخوها اتدمر بسببها، اخوها لا يمكن يخرج بره باب الشقه، اخوها لو عايز كيس شيبسي الدريفري بيجيبه له لخيط باب البيت. لا يمكن، يعني انا ما اعتقدش ان هو لو حتى حابب يخرج حضرتك تسمحي له بعد التجربه بتاعت بعد اكيد يعني انا اللي واخدها فاتح باب الشقه وفتح الباب، ما دخل ايده في الباب الحديد وفتح الباب الحديد، ما كانش مقفول بالمفتاح. لا كنت انا حضرتك كنت لسه نقله في الشقه دي ما بقاليش 3 ايام. يعني ما يعني كنت انا بقول دلوقتي كانت ايدي دي اتشلت وكنت قفلت عليها بمفتاح، ما كنتش خرجتها اصلا. يعني انا بقول ربنا رجع لي سنه وسبع شهور قبل الساعه 7، يعني 7 الا 5. انا بتمنى ده من ربنا ان انا ما اخرجهاش المكان ده تاني وان انا ما اسيبهاش لوحدها في المكان ده. يعني قدر الله ما شاء فعل، وحضرتك مش قادره ترجعي القدر تاني. بس انا يعني عملت رحت عملت بقى محضر ان هي طبعا تغيبت وكده، ولقيت حضرتك يعني بصي الفيس اشتغل ونت وطبعت صورتها بلابسه ايه ومعاها ايه وعامله شعرها ازاي، وهي كانت على طول بتحب تعمل قطتين كده وكانت لذوذه زي ما حضرتك زي الصوره دي كده زي الامر. ربنا يخليك، ربنا يخليك ان شاء الله. طبعا عرضت مكافاه كبيره ان اللي يجيب لي سلمى. لقيت لك حضرتك تليفونات وابتزازات توصل ل 200,000 جنيه و 300,000 جنيه و 400,000 جنيه، وماشي حاضر عيني، ده انت لو طلبت مني عينيا دي انا هديها لك، بس انا عايزه بنتي. طب سمعني صوتها. يقول لي اتخرست، جات لها صدمه واتخرست ما بقتش تتكلم. طب صورها، ما عنديش موبايل حديث ان انا اصورها لك. طب يا سيدي هي بنتي عندك وعندها وفي جسمها 3 علامات مميزين، هات لي علامه. قال لي حضرتك الخط يتقفل. وصلت ان كان رئيس المباحث بتاع اسم مايو اللي بيرد على المبتزين لما بيبقى باباها موجود في القسم وباباها اللي يرد على المبتزين في على الموبايل. طب هاتوا لي الناس دي، هاتوا لي الرقم ده. مفيش، مش عارفين نوصل له، مالوش سيريال نمبر، مش متسجل، مالوش بيانات. دي مصيبه ثانيه قصه الارقام اللي مش متسجله. عايز حضرتك بقى بعد كده يا جماعه، طب انا شاكه في شخص ان الشخص ده هو اللي خد بنتي. وشاكه منها على اي اساس؟ هقول لحضرتك حاجه، الشخص ده ظهر في حياتي 10 ايام بس، كان بيساعد النقاش في شيل سوري الزباله، ينظف الشقه مع النقاش مش عارفه ايه، فبحكم الاحتكاك اليومي ان انا كل يوم بقى انا وبنتي وابني بننزل نشوف الشقه وباباها، بدا ياخد على سلمى ويهزر مع سلمى ويهزر مع اسلام اخوها مش هي بس. انت هتقولي كده عشان ما حصلش مقاومه من البنت؟ خالص. ما هو يعني انا ساكنه في المكان ده بقى لي 7 سنين. ايوه بس يعني حضرتك بتقولي ان الباب اتفتح، باب الجنينه. ايوه مش ممكن تكون البنت مثلا اتعرضت لشل حركتها، لا لا حد حط ايده على بقها؟ عشان هو الشاهده اللي شافتها ان هي ماشيه وماسكه في ايديه. في حد شافها؟ ايوه. طب حد ما وصفش شكله؟ ما قال لك شاب وشافته من ظهره، والمشكله ان الشاهده اللي شافتها دي خرصه ما بتتكلمش، شاورت ان هي شافته من ظهره وهي وسلمى ماشيه ماسكه ايديه، فهي حد هي تعرفه بدليل هي عارفاه وهو مستنظرها. ما انا هقول لحضرتك انا جايه لحضرتك الكلام، انا لسه انا لسه قصتي دي كده دي البدايه. بعد كده يا جماعه طب انا رحت عملت محضر، طب يا جماعه في الاثناء المحضر، طب يا جماعه انا شاكه في الشخص ده. قالوا لي لا احنا اتهمي اتهام رسمي. قلت لهم لا انا ما اقدرش اتهم اتهام رسمي، انا لسه ما فيش حاجه بانت قدامي. حضرتك بعد 7 شهور من اختفائها. طب حضرتك ما اتهمتيهوش ليه اتهام رسمي؟ هقول لحضرتك بقى، ما اتهمتوش، ما كانت لسه مشوشه، انت بتاخد منك حته من قلبك، مش عارفه مين مش عارفه مين عدو ومين حبيبي، ما اعرفش مين السادي مين الكذاب، كلهم اقنعه قدامي، اصل انا اتغدر بيا، فانا ما اعرفش حضرتك ما اعرفش حضرتك بتعامليني بطيبه ولا بغدر، انا ما اعرفش. لقيت لك بقى ان الشاب ده كل ما يشوفني عايزينه شاف عزرائيل قدامه، يدارى يستخبى
يا لو انا رايحه كده هو يخرج كده، لو انا داخله كده هو يخرج كده، يبقى انت الله، يبقى انت في على دماغك حاجه بقى، يبقى انت في حاجه. رحت عملت اتهام رسمي واتهمته اتهام رسمي. ده بعد قد ايه؟ بعد 7 شهور من اختفائها. يعني جددت المحضر تاني، ومعايا حضرتك ارقام المحاضر ديت. جددت المحضر تاني، اتقال لي بقول سلمى ان هو عندنا في الحجز الخيط بس كده، ما ايه، ما حد يعرف له صاحب ونبدا ان ايه يستوي كده. انا بكلم حضرتك من بلدي زي ما رئيس المباحث بيقول لجوزي. يستوي كده ويقدر ان نطلع منه بمعلومه. الاقي حضرتك بعد والد سلمى بيخرج بعد 5 ايام من انتظاره، وكل يوم يروح القسم عشان يقابل رئيس المباحث احمد نزيه. انا بقولها كده على الهوا ان احمد نزيه اثر ان هو يرجع لي سلمى بنتي. هل هو اثر ولا الاجراءات الموجوده اصلا والادوات اللي موجوده والقوانين الموجوده؟ كل حاجه. احنا الحقيقه من اول الحلقه ومن قبلها كمان واحنا بنحاول نتواصل مع وزاره الداخليه، واتمنى ان هم يردوا علينا. حضرتك انا عامله شكوى دلوقتي، بيتابعونا دلوقتي، احنا حابين على الاقل ان احنا نتواصل معاهم، نقدم نصايح بالاساس للاهالي والاولياء الامور عشان ما يبقوش ضحيه لعمليه خطاف، نعرف الناس ايه الاجراءات المتبعه، نحاول ان احنا نفهم كمان جهود وزاره الداخليه فيما يتعلق باحضار الاطفال المختطفين. مفيش اصعب في الدنيا من ان اسره تتعرض لموقف زي ده. والله حضرتك انا عامله شكوى في وزاره الداخليه، عامله شكوى في وزاره الدفاع، عامله شكوى في وزاره حقوق الانسان في وزاره، في مبنى وزاره الداخليه. عامله شكوى، عامله محضر في نجده الاطفال. يعني انا ما سبتش حاجه ما عملتهاش. بعد كده حضرتك لقيته خرج لعدم استكمال بيانات المباحث. جبت واسطه، عشان حضرتك عارفه مصر كلها ما بتمشيش الا بالواسطه. جبت واسطه من النيابه وقالوا لي ان هو خرج لعدم استكمال بيانات المباحث. يبقى في تاثير فين حضرتك؟ في المباحث. الشخص ده من ساعتها انا ما بشوفوش، انتهى، اختفى، اختفى من قدامي. لقيت لك حضرتك بعد كده لسه يوم العيد، اول يوم العيد جات لي مكالمه تليفون والد سلمى. قلت له ايوه. قال لي بصي، بطلت تتنططي من هنا لهنا وما تدوريش على بنتك، عشان بنتك بره مصر، بنتك مع ناس اتبنوها وخدوها كبنتهم، ومش عايزين منك فلوس اصلا ولا محتاجين منك فلوس، هم خدوا بنتهم كانها بنتهم، وما تدوريش على بنتك، بنتك بره مصر. حضرتك بديتيش تعرفي الرقم اللي اتصل بيكي ازاي؟ اتصلت بنجده الطفل وقلت لهم يا جماعه انا حصل لي كذا 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 كذا. قالوا لي احنا مالناش سلطه، روحي القسم باي واعملي محضر تاني. رحت قسم باي وعملت محضر عشان يدوني اذن نيابه، عشان انا اروح شركه الشركة تبع الرقم عشان اعرف اسم الرقم. حضرتك فين الورقة ديت؟ فين اذن النيابة؟ فين؟ ولا حاجة، ولا حاجة. يعني ايه؟ محدش اداني حاجة. لدرجة حضرتك لسه من يومين الرقم ده بيرن عليا تاني، واقعد اقول الو 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 ما بيردش. انت معاكي الرقم ده؟ طبعا. احنا نعرضه على الشاشة، هنعرض الرقم على الشاشه. يا ريت. واي حد عنده هذا الرقم ويقدر يوصلنا بصاحبه، صاحبه الشخص الذي يهدد مدام سلمى وام سلمى وبيقول لها ان بنتها سافرت بره مصر، حاولت تعرف صاحبه. هل ممكن حضراتكم تقدروا تساعدونا؟ احنا بنحاول نعمل حتى ولو جهود تطوعيه. حاجه تقدر تقول لنا الرقم؟ اهو انا معايا الرقم. انا حضرتك انا فضل. طبعا هذا الكلام على مسؤوليتك الخاصة، لا نتحمل أي مسؤولية طبعاً قانونية لو حضرتك تقولي رقم أنا غير زائف أو غير حقيقي أو قصدة تشهري بحد. بس كده يبقى لا نتحمل مسؤولية قانونية. احنا بنقول هذا الرقم على عهدة السيدة أم سلمى. أنا مامة سلمى أحمد مصطفى، أنا المسؤولة عن بعتان الرقم دوت، وأنا بقول لكم الرقم ده 0-100-6-2-9-1-0-9. تاني 0-100-6-2-9-1-0-9. لدرجة ان حضرتك ان انا بتصل. اذا اي حد من حضراتكم يستطيع ان يساعدنا في تتبع هذا الرقم ومعرفة صاحبه او الاستدلال عليه، برجاء ان هو يتواصل مع البرنامج. اتفضلي حضرتك. انا كمان الرقم ده من الجبروت ان انا لما بتصل عليه بيديني جرز. الرقم ده ما قاليش الكلام ده ولا المعلومة دي واتقفل، لا ده بيرد عليا. اتوقع ان هو هيتقفل دلوقتي بعد ما تم الاعلان عنه على الهواء، بس على الاقل نحاول ان احنا نعرف لمن يعود. حضرتك يعني انا هقول لحضرتك حاجه، ده لو موبايل غالي من السيريال نمبر انا بعمل له تتبع، بعرف ان الموبايل ده اشتغل امتى. ما بالك ده بني ادم. ولو انا بناشد حتى اللي بيقول لي دي خدتها بره مصر، لو هي ام وخدت طفله انت ما ترضيش ان انت تعيشي ام على حساب ام تانية.
الملاجئ مليانه. الله اعلم هيتقال لها ايه، الله اعلم هيتقال لها ايه. طيب انا حضرتك بتعرضي صورتها، صوره سلمى. ويمكن اذا كانت السيده او الاسره، اذا كان هذا الكلام دقيق، الكلام اللي حضرتك وصل لك حقيقي، وارد ان هو ما يكونش حقيقي، وارد ما يكونش صح، لكن اذا كان هذا الكلام حقيقي فاحنا بنعرض صوره سلمى. طب انا لعل الاسره اللي اخذت سلمى وهي متصوره انها مثلا طفله من الشارع او ملهاش اهل، وانها بتقدم لها او بتحاول انها تعمل معروف، انها تكون تشوف صوره سلمى وتعرف ان ليها ام، يعني كل ما تتمناه من الدنيا ان بنتها ترجع لها تاني. نفسي البسها فستان فرح ان شاء الله. ان شاء الله ده الرقم الذي يتواصل مع السيده ام سلمى، والذي فشلت في الاستدلال على صاحبه واللي بيقول لها معلومات متعلقه